طلب وزير الشباب والرياضة خالد عبد العزيز من لاعبي المنتخب بذل أقصى ما في وسعهم من جهد لتحقيق الفوز أمام الكونغو والتأهل مباشرة إلى كأس العالم لكرة القدم بروسيا 2018 بعد غياب دام 28 عاما. والله الحقيقة أنا يعني بيسمحوا لي بعشر دقايق بس، هم اللي بيسمحوا لي بيهم بالقعدة مع الفريق وهم في التوقيت اللي بيحددوه، وأنا ببقى سعيد جدا جدا لأن فعلا الحقيقة المعسكر بيبقى ملتزم جدا وبيبقوا موجودين في مكان ما حدش عارف هم فين وقفول عليهم من كل حتة، وبعدين بيبلغوني المهندس قبل الهيطة بيبلغني ليك 10 دقايق من الساعة كذا للساعة كذا في التوقيت الفلاني قبل الفطار بعد الفطار، فلسه مش عارف التوقيت إمتى بالظبط. لكن الحقيقة يعني المرات كلها السابقة اللي اتكلمت فيها مع المنتخب كلها في وجود باستر كوبر كنت بتكلم معاهم في حاجة واحدة بس، طبعا هم فنيا عندهم محترفين وعندهم ناس كبيرة قوي، انما كل بقول لهم ان احنا محتاجين الشعب المصري يكون بيحترم اللعيبة، فعشان يحترم اللعيبة الشعب المصري عايز كل شوية تبذلوا اقصى مجهود، توفيق ده حاجة بتاعت ربنا لكن ابذل اقصى مجهود، خليك مركز جدا يبقى عنده الشعب المصري حاسس انك عندك احساس بالمسؤولية، عارف يعني ايه ان الناس دي كلها وراك، عارف يعني ايه ان ده بتمثل ولابس التيشيرت بتاعت منتخب مصر، ده احساس كبير جدا بيوصل للجماهير، فاذا الجماهير شعرت ان اللعيبة بتاعتنا دي فعلا بتبذل اقصى مجهود ومحترمة جدا انها في المنتخب المصري اللي هو حلم اي شاب في مصر انه يكون بيلعب في المنتخب المصري، الناس هتشيلكوا فوق دماغها، فعشان كده بقول ده الحاجه اللي بقولها لها، خلي بالكوا ادائكوا في الملعب، بذل المجهود، احترام الخصم، التركيز الشديد، الالتزام الشديد، كل ده بينعكس للجماهير، وان شاء الله باذن الله ربنا يكتب لكم التوفيق مع كل حاجة.